بالنتيجة ما وصل إليه الكيان الصهيوني هو الطريق المسدود، العنف غير المنتج، العنف والإبادة غير التي لا تستطيع أن تحله مشاكله. ولذا فمحاولة توظيف قضية يعني القصف الذي تعرض له الملعب في المنطقة الدرزية هو محاولة توظيف فاشلة، محاولة توظيف مكشوف مفضوحة. شنو الهدف منعتها يعني؟ لأنه لا يملك أدوات، لأنه لا يملك شيء. لا هو يعني غير كان التصعيد. هل كان الهدف منعتها إنه إثارة الدروز مع الشيعة وإثارة فكرة طائفية؟ أنا ما أعتقد حادثة بذاتها، ولكن محاولة توظيف، ربما هي خطأ، ربما صاروخ سقط بالخطأ، ربما أحد صواريخ الباتريوت ظل طريقه. بالنسبة لحزب الله أكيد الحزب الله لا يستهدف ملاعب إسرائيلية، حزب الله لا يستهدف مدنيين إسرائيليين جالسين في بيوتهم بشكل طبيعي. حزب الله عنده أهداف، لائحة أهداف كبيرة، ويستن يعني يختار منها ما يريد. ومن غير المعقول أن يستهدف منطقة تاريخيا محسوبة على اليسار العربي المقاوم. الدروز في الجولان يعني عبر سنوات طويلة، حتى حينما أعلن الكيان الصهيوني منحه الجنسية الإسرائيلية لساكني الجولان لم يذهب إلى معاملات تحصيل الجنسية سوى أقل من 20%، بمعنى أن أكثر من 80% من الشعب يعني من هذه المنطقة يعني رفضوا أنه يروحون يحصلون، وبقوا رسميا عندهم إقامة. الكيان الصهيوني منطيهم إقامة لحد الآن يعني.